مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، رحله جديده وتحدي جديد، مباراه العوده طبعا الاهلي وسان داونز في بريتوريا. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التمنيات التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه، لكن ان شاء الله بالتركيز والاصرار والعزيمه نقدر نتخطى هذه الخطوه ونصل الى الادوار المتقدمه في دوري ابطال افريقيا. انا معايا واحد من النجوم الحقيقه لفريق النادي الاهلي، واحد كباتن فريق النادي الاهلي، كابتن رامي ربيعه. برحب بيك طبعا يا كابتن رامي، موفقين يا رب ان شاء الله. بطولة صعبة وتحدي كبير وتحدي جديد، لكن الحقيقة يمكن المباراة الأخيرة ادت إشارة وادت طمأنينة شوية لجمهور النادي الأهلي بالفوز 2-0، لكن المباراة الثانية أصعب، عدينا 90 دقيقة، فاضل 90 دقيقة، شايف المباراة إزاي؟ وحطنا في الأجواء وكواليس الفرقة يا كابتن رامي. لا الحمد لله يعني على النتيجة اللي في مصر، يعني نتيجة مرضية بس دي خداعة، يعني أنت بتلاقي فرقة قوية جدا ولازم تبقى مركز لها ولازم تبقى واقف على رجلك 90 دقيقة هناك، لأن الماتش مش سهل خالص يعني بعيد عن النتيجة 2-0. أنا كرامي بيفكر إن أنا خسران في أرضي 2-0، فأنا لازم أروح أموت نفسي هناك إن شاء الله، أعمل كل اللي عليا، ويعني اللعيبة كلها مركزة التركيز ده، لأن أنت هناك يعني جون بيجي في ثانية، وأنت هناك لعيبة محترمة ولعيبة كرتها حلوة على الأرض، فأنت لازم تقابل ده بقوة وجدية، إنك في الالتحامات يبقوا خايفين منك وعامل شايفين إن أنت جاي هتعمل حاجة في أرضهم. فأنا من وجهة نظري إن أنا لازم ألعب 100% وأدي كل اللي عندي عشان يعني يديهم انطباع إن أنت جاي يعني تكسب وتحافظ على المكسب، اللي أنت النادي الأهلي عمرك ما هتلعب في ملعبك غير بره ملعبك، أنت بتلعب كل واحد لازم تبقى مركز فيه قوي 100%، ويا رب تبقى النصر لينا ان شاء الله. انا عارف ان اللعيبه مش محتاجه كلام تحفيزي ولا كلام تركيز، لكن كمان رساله مهمه جدا وجود الكابتن محمود الخطيب معانا. كابتن رامي طبعا بقيمته الكبيره وبكلماته البسيطه بشكل كبير جدا، ده بينعكس عليكم ازاي؟ كلماته بتوصل لكم ازاي؟ انقل الاجواء دي لكل جمهور النادي الاهلي يا كابتن. لا طبعا كابتن محمود طبعا وجوده مهم جدا، بيظهر في اوقات مهمة وقليلة، يعني بيوصل مسج فعلا بسيطة جدا وبأقل الكلام زي ما انت قلت، بيقدر يوصل لفكر اللعيبة، لأن فكر اللعيبة برضه هو كلاعب كرة ما شاء الله، يعني أكيد الناس شافت وعارفة أسطورة الكرة الأفريقية كلها يعني، فبيعرف يوصل الكلام كويس، بيعرف إمتى يتكلم إمتى لا، فوجوده في حد ذاته بيدينا دفعة زي ما حصل في جنوب أفريقيا برضه السنة اللي فاتت، كان موجود معانا في ماتش العودة. فلا نتمنى طبعا المكسب لينا، ونتمنى الحافز يبقى عندنا أعلى من اللي كان في القاهرة، ودعواتكم إن شاء الله. رامي على المستوى الشخصي يمكن الفترة اللي فاتت الحقيقة مجهود وإصرار ورجولة في الملعب، ومش شهادة كريم أو شهادة حد، لا دي شهادة جمهور النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت كانت صعبة، رامي بيشارك دويتو مع أي حد، أيمن أشرف ورامي، أيمن أشرف وبدر وربيعة، دي كواليس مهمة جدا، ودي الروح اللي احنا بنقول بيها على طول، أي حد بيلعب في خط الدار في خط الهجوم هدفه النجم هو النادي الأهلي. بالظبط ده اللي بيفرق بيننا، انه يعني بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي تاني، ان اللعيب اللي بيلعب بيلعب عشان خاطر النادي الاهلي، بيلعب عشان خاطر حبه للنادي الاهلي، مش شعارات بس، ده بيبين في الملعب ان انت مهما كنت بعيد او قاعد احتياطي او بره وجهه نظر الفنيه ايا كانت الاسباب، بس لما بتلعب وبتبقى واقف في الملعب بتطلع كل اللي عندك عشان تفرح الناس وتفرح جمهور الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي خيره على لعيبه كتير قوي وخيره عليا كتير قوي وكبير جدا، فده يعني ده جزء بس لازم نقدمه للنادي الاهلي، ان انا اطلع كل اللي عندي. ويعني الفتره اللي فاتت كان ضغط شويه عليا لان انا كنت بعيد فتره كبيره وتراكم الماتشات كل يومين ماتش، فدي كانت صعبه اكتر لان مش جاهز برده بدنيا، بس الحمد لله قدرت ان انا اجهز نفسي بدنيا، الحمد لله قدرت ارجع شويه جزء صغير، ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى الدنيا ماشيه معايا كويس احسن ان شاء الله. دايما وبالتوفيق، ومنتظرين منك كمان المزيد يا كابتن رامي ان شاء الله الفتره اللي جايه. ربنا يخليك، شكرا، دعواتكم بقى باذن الله.